يا نهار اسود، ده شكله حرامي ودخل اوضه بابا. طب انا اعمل ايه طب دلوقتي؟ انا جات لي فكره، لازم اروح اصحي الواد كركر. فضى كركر، فضى كركر، اصحى كركر، في مصيبه. يا ابني اصحى يا ابني، في حرامي في البيت. عم سيبه في حاله بقى، هو شويه كده هيزهق وهيمشي. سيف قلتم على وشي، قلتم على وشي. يا ابني انت عبيط يا ابني، بقول لك حرامي داخل البيت ولسه داخل اوضه ابوك دلوقتي، انت ما عندكش دم. يا سيف مالك يا سيف، بقيت خواف كده ليه يا عم؟ محسسني ان هي اول مره يعني. يا عم لا يا عم، بس الحرامي ده شكله صايع. لا والله، وانت مستني يعني الحرامي ده يجي لك من التجمع الخامس مثلا؟ بقول لك يا سيف بلاش هبل، سيف وخش نام. يا سيف خش نام. يا ابني انا خايف، يا ابني انا خايف الحرامي ده يعمل في ابوك حاجه. انت خايف على ابوك؟ يا ابني انت المفروض اساسا تخاف على الحرامي من اللي ابوك هيعمله فيك. سامع؟ مش قلت لك يا ابن ابوك ده صايع، ما تقلقش. ايوه بقى يا حاج اديله 200 450 وتليفون داخل البيت يسرق 450 جنيه وتليفون. يا زمن. منور منور يا بنورك يا حاج. وخمسين جنيه يا جاحد وتليفون. ياض انت لو واكل قلوب ياض مش هتعمل كده. تيجي تسرقنا انا؟ ابقى انا الحاج ابو سيف. تيجي تسرقنا انا؟ ده انا هطلع جلسي تاني. بس ماشي، انا عايز بقى اشوف اخرك. حاج والله عيب الاهانه دي، والله ما اسرق تاني. عارف ياض، نفسي اصدقك، مشكلتي ان انا مش عارف اصدقك. وشي. ايوه كده بابا، اديله اديله. لا 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 يا حبيبي، صوتك ما يعلاش، احنا الساعه 2 بالليل، صوتك ده ما يعلاش. ماشي ماشي، زمانه جاي زمانه جاي، وحياة امك لربيك. ماشي. اقول لك يا ده السيف، خد اخوك كركر وهاتوا الكوره بتاعتكم وعايزكم تنشنوا على دماغ عمه الحرامي ده، واللي هيجيبها في دماغه هديله 50 جنيه. يلا بس كده يا بابا، ده انا هطلع رونالدو اللي جوايا. وده كركر، روح يلا هات لنا الكوره بسرعه وتعالى. حاضر، ثانيه واحده. A few moments later. امسك يا سيف، انا جبت الكوره اهو، امسك. هات ده كركر وربنا ما هسيبك. يلا ماشي. يا ابن ال. ايوه كده، هيت شوت. يا ابن الايه؟ يا ابن الايه انت؟ انت اشتمه، يلا اشتمه. يا ابن الايه بقى؟ ها؟ ولا حاجه حاج، ولا حاجه. بحسب. يلا ده سيف، كمل لعب وخلي اخوك يلعب معاه. حاضر يا بابا. امسك هذا كركر، شوف. هات وربنا يلا نوريك، خد دي. حرام بقى حاج اللي بيحصل فيه ده والله. ومش حرام يا دي انك انت تنط على بيوت الناس كده في نص الليالي؟ والله العظيم يا دي سيف تبقى جدع لو جبتها في وشه بالظبط. يلا يلا يلا، اديها له في وشه على طول. يلا يخيبة. وانت فين يا زفت انت؟ يا ترى انت اتاخرت ليه؟ ربنا يستر ما كنتش اتقفشت. انت اتمسكت يا حلتها يا دي النيره السودا. Thank you.
ابيض انت هو، تعالى خش جوه. يا ولد يا ولد، انا رئيس ده عامل ايه انا بقى في المصيبه دي؟ تعالى انت بقى، ابوك واخوك اللي ربطني الواد ده كده. يا عم انت عايز مني ايه يا عم بقى دلوقتي؟ يا عم سيبني في حالي. يا عم سيبه، تعالى فك كده الاول. اسيبه ايه؟ اصبر عليا بس. يا عم سيبني في حالي بقى. يا عم انت يا عم سيبني في حالي بقى. واحده 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 يا متخلف. لازم يا رب. كتفي كتفي يا حيوان. مش عاوز صوت. فكني فكني. مبروك. انت قلت في وش الكرة. انا اسف والله يا عم الحرامي، والله العظيم ما كانش قصدي. لازم ابويا ابوك شجاع السيما. ابويا خلع، ابويا خلع والله، ابويا خلع. اسمع بقى يا عم الحاج، تعملوا ايه؟ لو ما طلعتش انت وابنك التاني وجبت الفلوس والذهب اللي في البيت كله، قول على البطه الصفرا اللي تحت ايدي دي يا رحمن يا رحيم. وبعدين ملا سيف، طب هنعمل ايه؟ قلت له شكلهم طلعوا حراميه بجد بيض وبيضربوا اخوك بره. والله ما عارف يا بابا، بس انا خايف على كركر قوي. طب بص بص، استني خد انت العصايه ديت، تمام، ولف من الباب الوراني وخليك معايا على الاشاره. يا بابا طب ما نديهم. طب يا بابا، طب اللي هم عايزينه. لا والله لعلمهم الادب وبطريقتي. معايا ولا خايف؟ لا يا بابا معاك معاك. امسك، ربنا يسترها بقى. يلا اخرج انت، يلا من الباب اللي هناك، واول ما شاور لك تنزل على دماغهم على طول. وانت هتعمل ايه يا بابا؟ وانا هطلع لهم من الباب ده وهعمل كاني خايف عشان ما يفهموش ان احنا عاملين خطه. خلاص ماشي يا بابا، يلا بينا. الحقنا بابا. يلا بينا يلا. هو اول ما بابا ما هيديني الاشاره هنزل على دماغه على طول بالعصايه زي ما قال لي بالظبط. انا اهو وطلع لكم لوحدي، سيبوا الولد. يسيب مين يا عمر الدين؟ انزل بس كده على ركبك يا ابني. عيب يا ابني، انا راجل زي ابوك يا ابني. بقول لك انزل على ركبك بدل ما اقتل لك ابني. الحقنا بابا. جامد. ايه ده؟ انت جيت منين يابا؟ لا انا ما جيتش، انا بيت هنا تحت كده من امبارح. لا بجد بقى يابا، انت تستاهل سقفة. سقفة انا ده هو انا سقفة. لا هتاخدي ولا تجملي، ده العشق نمي قلب ضالع. ايوه يا جد يا جامد، فكني بقى جد يلا بالله عليك. حاضر يا كركر يا حبيبي، حاول ثانية واحدة. عاش تمام قوي كده. لا هتاخدي ولا تجملي، ده العشق نمي قلب ضالع. لا والله يعني شكرا والله على الروح المعنويه الجميله دي. اما بقى بالنسبه لشويه الحوش دول سيبوهم لي. A few moments later. انا عايز بقى كده يلا كده بقى البيت كله كده بالصلاه على النبي يقف طابور هنا كده. الله ينور عليكم. اول بقى ما عدي من واحد لثلاثه عايزكم كلكم تعملوا بيبي على شويه الحيوانات اللي هناك دول. بيبي. واحد اثنين ثلاثه اتفضلوا. العب بقى، هو ده الكلام يابا، هو ده الكلام. انا اساسا مزنوق من امبارح. يا سلام من عيني. الله، كان نفسي اعمل بيبي قوي من زمان على اي حد كده، جت الفرصه. بس يلا امشي.
الله ينور عليك، الله ينور، الله ينور. يعني هي جت عليا لا حتاخدي ولا كم وليه، ده العيش لو